اشيد بمارسيل كولر رد على علي مهر بقى بالظبط، عايز اشيد لانه اكيد مارسيل كولر مش هيتفرج على ده وهيسكت طبعا. اكيد هيحصل نوع من انواع التغيير. لما نبدا نجري باللقطات، اللقطه اللي بعدها دي طريقه ضغط الاهلي، انه الاهلي بيضغط باليو ديانج، نص الملعب هو اللي بيروح يضغط على قلب الدفاع، وحسين الشحات هو اللي مسؤول عن الظهير اليمين اللي هو كريم العراقي. دي طريقه ضغط الاهلي. اللقطه اللي بعدها برضه عشان اثبت لك ان دي طريقه ضغط الاهلي، اللي في الصوره قدام خالص هو قفشه. اذا نص الملعب بيروح يضغط على قلب الدفاع، والجناح اللي هو حسين الشحات بيضغط على الظهير. طب مارسيل كولر عمل ايه مع بدايه الشوط الثاني؟ غير الموضوع. فلما نشوف مثلا في اللقطه اللي بعدها، هنلاقي ان اللي بقى بيضغط على كريم العراقي مين في اللقطه دي؟ قفشه. زي ما اتكلمت على سيف على 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 زيزو وشيكابالا مع زمالك بالظبط، بقى قفشه هو اللي بيروح يرحل يضغط على الظهير، وبقى حسين الشحات هو اللي مسؤول عن قلب الدفاع. هل هي اتكررت مره واحده؟ الحقيقه لا. نشوف اللقطه اللي بعدها في الدقيقه 61، حسين الشحات ماسك مين؟ حسين الشحات ماسك قلب الدفاع. اللقطه اللي بعدها مره كمان، هنا الكره دي برده بانت في الاعاده، عشان بس انا جبتها برده ليه؟ لان اللي في عليه الدايره ده هو احمد عبد القادر، واقف مستني قلب الدفاع بعد ما نزل. طب اخر لقطه معانا في الاكسترا تايم برده نفس الفكره، احمد عبد القادر رايح يضغط على قلب الدفاع، وبالتالي تغيير مارسيل كولر بتغيير طريقه الضغط، بان بدل ما الجناح يروح يمسك الظهير، اصبح الجناح هو اللي بيمسك قلب الدفاع. قدرت ان النادي الاهلي يظهر بشكل احسن مع مرور برده كابتن علي في اثناء فقدان الكره برضو بيقدر يثبت ولاده بشكل كويس جدا. دي حقيقه، وده اللي انا جايبه لحضرتك بالظبط، هو الدليل ازاي كابتن علي ماهر كان بيتعامل وهو معوش الكوره. يعني اللي انا بقوله ده هو، وعلي ماهر كابتن معاه الكوره، لكن وهو معوش الكوره بيتعامل ازاي مع الموضوع؟ زي ما هنبدا نشوف في اللقطات، بيعمل حاجه اسمها الضغط الموجه. يعني ايه ضغط موجه؟ يعني طول ما الكوره مع في العمق هو واقف ما عندوش اي مشكله، لكن اول لما الكوره تبدا تروح لاي طرف من الطرفين، اي طرف من الطرفين سواء محمد هاني او علي معلول، هيبدا يعمل الضغط. اللقطه اللي بعدها هنا الكره راحت لهاني، هيبدا لعيبه المصري كلها تضغط. النوع ده من الضغط بيسموه الضغط الموجه، بيستخدم فيه الخط كلعيب زياده اثناء عمليه الضغط. سريعا علي ماهر بالشكل والاداء ده في البدايه يقدر يبني ازاي؟ يقدر ايه؟ يبني على الجديد. يقدر اعتقد بان المصري وين في المركز الكام توقعاتك للمصري؟ مش بعيد ان هو يكون السنه الجايه توب فور. توب فور مش بعيد. كولر مع النادي الاهلي، هل يختلف في الموسم على الموسم الجاي؟ الحقيقه لا، مارسيل كولر هيستمر في الاداء. عمرو عماد انت شرفتني ونورتني، وبسم الله ما شاء الله، يعني نتمنى نتقابل يعني قريبا بالشكل ده، وتبقى مجهز برضه حاجات جميله كده. شكرا وشرفتنا في المنتدى النهارده.